متابعينا اكيد بصباحنا لليوم ووصلنا لفقرتنا الاخيره، وبما انه اليوم هيك عم نحكي عن النشاط والرياضه واللياقه البدنيه، خلينا ندردش شوي مع الكوتش غيداء ابراهيم ونحكي عن بناء الاجسام وعن اللياقه ايضا. صباح الخير كوتش. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك كوتش. اهلا وسهلا فيكي. دائما بنسلط الضوء على اهميه الرياضه بحياتنا وقديش مهم الناس اليوم تتبع الرياضه ولو يعني فينا نقول مرتين ثلاثه بالاسبوع، بس في ناس بتلاقيها عندها هوس او مبالغه بالرياضه بشكل صح. يومي بساعات يمكن طويله لتحافظ على لياقتها او يمكن ما تزيد بالوزن. خلينا نحكي قديش بياثر على الجسم او على اللياقه او حتى جسديا ونفسيا المبالغه بالتمارين الرياضيه. هلا مثل ما حكيتي اول شيء الرياضه كثير مهمه بحياتنا اليوميه نحن، وما لازم نهملها ابدا، دائما بننوه على هذا الموضوع نحن. بس المفروض بهيك حالة أنا أنه يعني هي مهمة لصحتنا النفسية، صحتنا الجسدية، صحتنا حتى بعلاقاتنا الاجتماعية بحياتنا اليومية. بس لما نحن بصير في عنا أفراط بممارسة التمارين الرياضية، هذا الشيء بيؤدي لضرر للجسم، بيؤدي لفقدان طاقة كتير كبيرة. مثلا نحن مالنا عم نقدر ناخدها خلال يومنا من غذائنا، من أقساط الراحة اللي ممكن عم ناخدها، فهذا الشيء بيؤدي لضرر. فنحن لازم على طول نوازن بين أنه أنا أكون شخص نشيط ومارس الرياضة على طول مثل ما حكيتي بين ثلاث مرات لخمس مرات أسبوعيا، وما أهمل الراحة. الراحة كتير شيء أساسي وضروري لما أنا بكون شخص نشيط ومارس الرياضة على طول. فلا يعني أي شيء زايد عن حده بيقلب ضده، يعني تماما مثل ما بيقول المثل. صحيح. فلا لازم بس شوي نوازن نحن بهذا الموضوع. تمام، أكيد الموازنة وكمان الأخذ بعين الاعتبار أي عرض صحي، أي أمراض، أي يمكن تشنج بالعمود الفقري، بالرقبة، بأعصاب الإيد أو أي عصب بجسمنا. اليوم يمكن قديش مهم أنه الكوتش يأخذ بعين الاعتبار أو يضوي الناس أنه أنا عندي هاي المشكلة، أنا عندي هاي المرض، لحتى شوي يكون في ضبط لعضلات الجسم ولأعصاب الجسم وما يتضايقوا. طبعا هو كتير شيء مهم. نحن أول ما بيجي اللاعب نسأله عن هدفه من التمرين، هي أول سؤال. بعدين نسأله إذا في أي إصابات، في أي مشاكل عنده بالعمود الفقري، بالمفاصل، بالعضلات، أي مشكلة المفروض هو يخبرنا عنها. فوقتها هو بيخبرنا عنها، نحن بناخد بعين الاعتبار هاي المشاكل اللي موجودة عنده. بغض النظر حتى لو أنا ما عندي أي مشاكل، المفروض نحن ننوه كمان مثل ما حكينا لموضوع الإفراط بتمارين الرياضة، يعني لأنه أنت لما بصير عندك إفراط بصير في عندك جهد زايد، بصير في قلة نوم، بصير في قلق، بصير في إرهاق. تماماً. بس في أعراض، يعني إذا بدنا نقول الإفراط بالتمارين الرياضية أو الرياضة، في أعراض ممكن طبعاً نقول هي مؤشر لأنه لا لازم توقف تهدي شوي وتبلش شوي شوي. تماماً. الأعراض كثيرة منها اللي بذكر لكم إياها، ببطل في اللاعب يضل عم يأدي بنفس المستوى اللي كان هو يشتغل فيه، بصير بخف مستواه بدون ما يحس، بصير بحاجة لفترات راحة أكثر أثناء تمرينه، يعني مثلا بدل ما يريح دقيقة بصير بده أكثر دقيقتين لثلاثة لحتى يريح. قلة يعني مشاكل بالنوم، ممكن يصير في عنده قلق، ممكن يصير في مشاكل اكتئاب حتى، بصير في ألم بالعضلات أو بصير في إصابات، ممكن يصير نزلات البرد أكثر. فإذا صار أكثر من ثلاث عوارض من هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها، المفروض بهاي الحالة اللاعب يعمل شوي استوب، يخفف شوي حدة التمرين اللي هو عم يتمرنه يعني، ويكتر فترات الراحة مثل ما حكينا. تمام. يعني كوتش دائما هيك يعني بنشتغل على انه يكون جسمنا حلو بفصل الصيف، ولكن في شيء اسمه انه نشتغل على نفسيتنا، على لياقتنا الدائمه، كان بالصيف والشتاء والربيع والخريف. تمام. بجميع الفصول. اليوم قديش الرياضه هي مهمه للنفسيه، مهمة لها الضغوطات انه نحن نفرغها. بتلاقي اي ست بيت بتقول انا اليوم ما رحت على الرياضة، انا كتير معصبة. خلينا نحكي عن علاقة الرياضة بالنفسية وتفريغ الشحنات والطاقة السلبية. حكيتيها انت، يعني في كتير يعني فوائد للرياضة ما فينا نعدها. يعني قلت لك اول شيء فوائد على صحتنا الجسدية، ان كان في اي مشاكل بالمفاصل، عم يجينا عالم كتير عندهم مشاكل ممكن بديسكات بسفل الظهر، ممكن ديسكات رقبية، عم يتحسنوا لما هنن عم يلعبوا رياضة. بالاضافة مثل ما قلتي عم بيكون في عندهم نوع من الستريس الدائم. نحن بحياتنا اليومية في عنا دائما ضغوطات، ان كان بالعمل، ان كان على مستوى العائلة، ضغوطات نفسية. فانت عم تفرغي هذه الشحنات السلبية اللي عندك عن طريق ممارسة الرياضة.
بالإضافة طبعا يعني مثل ما حكينا أنه أنا محافظ على لياقتي، حافظ على الشيب، على شكل جسمي. فهي القصة مو بس أنه أنا أجي بالصيف ألعب رياضة وأقطع بالبرد أو أقطع بفترات معينة، لا، أنه أنا لازم على طول ضل مسابرة وضل عم محافظة على هيدا النشاط اللي أنا وصلت له. يعني هو كتير غلط أني أنا وصل لمرحلة معينة من النشاط وارجع بعدين أقطع أنزل. يعني كتير هذا الشيء في له شغلات سلبية لقدام، ممكن البني آدم ما بيكتشفها بلحظة بس لبعدين بيصير بيحس فيه. طيب كوتش، خلينا نحكي الاعتدال يعني بالرياضة كيف بيكون. يعني لما أقول أنه أنا حابة أتمرن ضمن الاعتدال الرياضي، يعني أتمرن حافظ على لياقتي البدنية والجسدية وبنفس الوقت فرغ هي الطاقة بطريقة سليمة وصحية، ما يكون في ضغط على الجسم، لأنه هي بتبلش أول شيء ربع ساعة 10 دقائق بتلاقي الواحد بيزيد وأحيانا بتصير حالة إدمان عنده. فكيف فينا نقول أنه لا 3-4 مرات بالأسبوع لمدة ساعة؟ في ناس بتقول لك أنا بمشي بشكل يومي، هذا رياضة طبيعية، يعني بالعكس يمكن هي أفضل الرياضات. صحيح، ما مرهقة تماما. هلا نحن اهم شيء ننتبه مثل ما حكيت الاعراض اللي ذكرتها سابقا، لما بتصير اي عارض من هذول الاعراض او 3 اعراض خلينا نقول، المفروض بهالحاله فورا اللاعب ينتبه لحاله، يعمل شويه يخفف شوي حده التمرين تبعه، يخفف الايام اذا بيقدر. اذا ما بيقدر، هو شخص مثلا في عنده منافسات، في عنده بطولات، بيريح مده كم يوم قبل البطوله تبعه قبل المنافسه. عادة عن ذلك أثناء أيام الأسبوع منخففهم مثلا لمدة 5 أيام بالأسبوع، يعني كتير لازم أخذ بعين الاعتبار. طبيعي 3 أيام ولا 5 أيام بالأسبوع؟ هني 3 أيام حلوين أحسن من بلا، بس الأفضل 5 أيام، بأخذ يوم أو يومين راحة ماكسيموم، يعني شو ما كان تكون نوع الرياضة. فبس كمان ننتبه لموضوع السعرات الحرارية اللي أنا عم دخلها لجسمي تكون موازية للحرق اللي أنا عم بحرقه. فطالما أنا منتبه على السعرات الحرارية، منتبه على النوم، لأنه كتير النوم شيء أساسي ومهم. أنا إذا ماني أخذ قصة كامل من الراحة فجسمي ما فيه طاقة لحتى أنا أدي هذا الجهد العالي من التمرين. فباخذ نوم منيح، باخذ سعرات حرارية منيحة. بس أنا أفضل الصبح. هلا في ناس بتحب مثلا رياضة الصبح، في ناس بتحبها بالليل. هي بأي وقت الرياضة هي شيء منيح كتير. أنت بتحددي، جسمك اللي هو بيحدد لك وقت الراحة تبعك، وقت الفضة تبعك هو اللي بيحدد. في أشخاص بيشتغلوا الصبح مثلا ما بيقدروا ينزلوا يلعبوا رياضة الصبح، بيرجعوا من دوامهم بيريحوا وبعدين بينزلوا المساء. بأي وقت كانت، مهم أني أنا أكون يعني جسمي أخذ طاقة كاملة، إن كان عن طريق الغذاء وإن كان عن طريق النوم. كمان بدنا نرجع ننوه انه اذا في اشخاص ممكن بيضطروا يتمرنوا مرتين بالاسبوع باليوم، في اشخاص بيضطروا مثلا يكون عندهم اي منافسه اي شيء فبيتمرنوا مرتين يوميا، بس بنتبه لفتره الراحه بيناتهم تكون من 6 ل 8 ساعات مو اقل من هيك. طالما اخذ هاي المده الكافيه بده يكون في ضمنهم وجبتين، اي على القليله وجبتين. فهون بهالحاله رجع الجسم اخذ طاقه، رجع ريح شوي، ممكن انا ارجع اتمرن مره ثانيه، بس بحاول قدر الامكان مو اكثر من مره باليوم. مثل ما حكينا 5 مرات بالاسبوع هن كافيات. تمام كوتش، خلينا شوي هيك نروح على الرياضه عند السيدات. عفوا، بنشوف كثير من السيدات بحبوا يروحوا على الجيم بس هو هن بيبتعدوا عن الكوتش، هن بصيروا بيعملوا رياضه منهم لحالهم، ان كان مشي على الاجهزه على الالات، ان كان على البسكليت، هذول يمكن اهم شيء. ولكن الانتقال الى مرحله حمل الاوزان الثقيله، خلينا نحكي عن مدارة اذا كان اجتهاد شخصي بعيدا عن متابعه من الكوتش، اذا وخاصه لدى السيدات بنلاقي شيء ضاربه ايدها، شيء اصبعتها عم توجعها لانه يمكن اليوم تقلت، اليوم قللت وزن فما عم تستفيد. خلينا نحكي عن الاوزان الثقيله. تمام. هلا نحن اهم شيء لما انا بدي اروح على الجيم بدي العب رياضه، ماني حابه انه يكون معي كوتش، اوكي خليكي بالسليم. يعني انت مالك مضطره تتجهي للاوزان اللي ممكن تاذي لك اي شيء بجسمك. بحاول انا انه يكون مثلا في كوتش جنبي، اذا ما لي قدره مثلا اني اخلي كوتش دائما جنبي معي، ممكن يعمل لي برنامج بيعطيني الاساسيات، بيعطيني الاشياء المهمه اللي لازم انا ادير بالي، مثلا انه يعني التفاصيل الصغيره، ممكن حركه الكوع تاثر، ممكن حركه الركبه اذا انا بدي انزل سكوات، اذا انا بدي انزل لانجز. فكتير ضروري واساسي وجود المدرب. يعني اما عدا عن ذلك بدك تضلي على رياضات الكارديو الخفيفه مثل ما حكيتي، على التريدميل، على البايسيكل، على يعني او تمارين السويديه خفيفه. يفضل بحمل الاوزان لا يكون في كوتش، لانه نحن ممكن باصغر تفصيل ناذي حالنا، ناذي نفسنا. اكيد بدنا نشكرك الكوتش غيداء ابراهيم مدربه لياقه بدنيه وبناء اجسام على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي حكينا عنها. بس مثل ما قلنا الرياضه كثير مهمه، فبالرياضه حياه. اكيد شكرا كثير. شكرا كثير لكم، يسعد صباحك.